مرحبا الله وبركاته يا شباب، معكم محمد قناة جلاد تايجر، واليوم راح نسوي لكم مقطع كيف تجيبوا نيمار وكيف تجيبوا اشياء الثانية. فاولا الكل راح يبي السكين، كيف راح يجيب السكين؟ اول حاجة راح تروح للكوست، تروح عند الون هذي سي. انا طبعا خلصت السكين فهي 4، فالحين لازم تسوي انك تتكلم مع شخصيات وتسوي معاهم كويست، مش اي شخصيات طبعا، شخصيات الكورة. فالحين راح نوريكم مكانين تقدروا عن جد يعني تستفيدوا منهم. الصراحة خدني وقت طويل اجيب السكن ودوبي جبته، فالحمد لله والله سكن جدا جدا اسطوري. فيعني يب، المهم اللي تسووه شباب انه لما يعني هذا الجد بعلمكم اياها بعدين، بس الحين راح نعلمكم كيف تجيبوا نيمار نفسه، بعدين راح نعلمكم التحديات الباقيه. طبعا في مقطع من المقاطع راح نصور بث يا عيال ونجيب الاشياء هذه، واذا ما زبط او ما اشتغل بث راح يكون مقطع او يكون بريمير شباب. اوكي بريمير يعني راح يجي في مكان بس هو ما هو حدث وما هو بث مباشر، بس يعني انتو تعرفوا البريمير. طبعا اول ما تدخل اللعبة هاي هذا هو السكن، اول مرة ادخل بالسكن. طبعا السكن مرة شكله اسطوري وتقدر تجيبه طبعا ايزي يعني، بس لازم يكون عندك الباتل باس عشان تقدر تجيب هذا السكن، لانه هذا السكن هو السكن السري حق السيزون هذا. فالحين خليني اعلمكم، راح نروح ل والون سي، راح يقول لك هنا انه تكلم مع شخصيات وما ادري ايش. الحين بوريكم اول مكان هو هولي هيدجز او بليزنت بارك، فخليني اروح هولي هيدجز نوريكم المكان، بعدين راح نروح ل بليزنت بارك. اوكي شباب، فالحين بنوريكم اول حاجه مكان بليزنت هذا هولي، بعدين بنوريكم مكان بليزنت بارك. وينه؟ اول حاجه اول ما تنزل بتلاقي هنا في شخصيه ملعب كوره. طبعا اذا مت انا عادي يعني اي دونت كير ريلي، انه في الاخير عنده طبعا كوستين. طبعا يعني تقدر تقتل الناس اللي موجودين وتاخذ هذا الشيء. فطبعا يعني هذه عند اول مكان، شوفوا هذا اول مكان على الخريطه راح تلاقوه بالضبط هنا يا شباب. اوكي فراح تلاقوه بالضبط هناك، تقدروا تشوفوا هي هنا بالضبط هيكون في ملعب كوره، هذا اول مكان انتم لازم تروحوا له. وطبعا في كوستين، هي 5 كوستات لازم تسويهم. فالحين بتقول لي لا لازم 5 اماكن، لا لا شباب ترى يعني في حركه سوتها في فورتنايت انه تقدر من نفس الشخصيه تسوي كوستين، فمو لازم تروح ل5 شخصيات كل واحد في كوست، لا في شخصيتين تقدر تسوي كوستات. فالحين بسوي كت للمقطع بدخل جيم بوريكم المكان الثاني بليزن. طبعا اخذني شويه وقت عشان ادخل الجيم، لانه زي ما تعرف الحين سيرفرات فول، الكل يبى يجيب نيمار. تفتكرون شباب بليزنت اللي كان فيها مكان الكوره؟ يب هذا هو المكان، هنا راح تلاقي ان بي سيز موجوده. طبعا هذا اول ان بي سي بتلاقوه، راح يكون ان بي سي جدا حلو تقدر تاخذ منه اشياء. شوف هذه الكوستات مثلا، اول ما تطلع كمان تقدر تاخذ الكوستات. طبعا ممكن انك ترمي الكوره وكذا تسوي اشياء. هو مو قاعد تيم شباب، ترى هم قاعدين تيموا موانته ففورتنايت، تشوف المقطع مو قاعد تيم. اوكي يعني ارجوك فتسوي الكوستات. طبعا خلاص بعد ما تسوي الكوستات راح تكون كل حاجه بخير. طبعا طبعا زي ما قلت لكم شباب الشخصيات هذه، هذا اول واحد الازرق، كمان في واحده بيضة في هولي هيدجز تقدروا تشوفوها. وترافل ديستنس اون فوت لازم تروح 300 متر وعندك ساعه واحده تخلص هذه الكوستات
بعدين راح تروح لازم تعيدها مرة ثانية. ف يب شباب هذه هي الكوستات فورتنايت. if you're seeing this I'm not teaming I swear to god. ف يب شباب الحين خلاص وريتكم المكان. طبعا المكان بتلاقوه هنا باينكم في الخريطة هنا بالضبط. الحين تسوي سكرين شوت. خلاص سويت سكرين شوت شكرا خلاص. واذا ما سويت تقدر تعيد المقطع. فيب شباب هذا يعني كيف انك تجيب سكين من مار. فلما تجيب السكين هذا راح يكون عندك كيف انك تجيب رقصاته لان هو عنده رقصات عنده اشياء كثيرة. فاول حاجة راح تقتل شوية ناس بالنيمار سكين. راح تقتل ناس. بعد ما تقتل الناس شوفوا شباب شوفوا فتحت لي الايموت حقت نيمار. فلما تجيبوا نيمار شباب لازم انكم تاخذوا احتياطكم لان خلاص الحين جاء وقت الجد. يعني الحين راح يجي ناس يحاولوا يقتلوكم ويعني فهمتم. ففي اشياء مره كثيره انتم لازم تنتبهوا لها. طبعا يعني في ناس كثير راح تحاول تسوي الكوستات يعني لا يعني عادي. فالحين شباب بوريكم الستايل. اول حاجه لما كيف تجيب نيمار اللي ما فهم. شوف في شخصيتين في هولي وفي بليزنت. سوي سكرين شوت للاماكن وبعدين حطها على بي سي او بلاي ستيشن حقك وبعدين انت بتكون كويس. بعد ما تسوي هذا الشيء تتكلم معهم وخذ الكوستات منهم ولا تحتاج 5 كوستات منهم عشان تجيب هذا الشيء. فمفهوم شباب اتوقع مفهوم. فهي الاكس حقه شباب الاكس حقه مره جامد. والاكس كيف تجيبه؟ الاكس لازم تجيبه من مكان معين. يعني شوف الحين انا بس لازم اسوي الديستنت دروب كيكينج سوكر بول تويز نيمار جونيور. فتقتل 3 كنيمار وراح تاخذ رقصته السريه. هذه هي رقصته السريه يقول لك بعدين يتحول لهذا الشيء. فكيف الحين راح تجيب هنا في صوره في ستايل اصفر. لما تخلص كل اشياء حقت نيمار كوستات نيمار راح يطلع لك الستايل الاصفر وهذا الشيء مره جامد ويساعدك مره كثير ويختصر لك وقت. لانه قبل صاحبي قال لي انه لا تصير 60 ايبي كويست. تخيل شباب 60 تقعد ممكن ساعتين ممكن 3 وانت قاعد تخلصوا بس فورتنايت. قالت هدوا شباب هدوا خلاص سووا بس هذه الكوستات اللي هي 4 كوستات وخلاص حياة حلوة. ف يب الحين شباب بعد ما نجيب الستايل ايش لازم تسوي؟ تكون كنيمار وتقتل 3 اشخاص والاكس بده كمان حاجه والله ما دققت ولكن في الاخير راح اقول لكم في المونتاج لما اعيد هذا المقطع ومنتجه راح اقول لكم ايش يحتاج الاكس. راح يطلع لكم الان في الشاشه اقول لكم ايش يحتاج الاكس وبس شباب. يعني بس شباب مشكله انه شير فاكتوري ما في عربي. فعيدوا المقطع عيدوا المقطع وراح تشوفوه اوكي شباب. وبس هذا كان مقطعنا اليوم علمناكم كيف تجيبوا نيمار وكيف تجيبوا الاكس وكيف كل حاجة. طبعا اذا تبي راح احط لك رابط مقطع في الوصف لواحد امريكي يشرح فشغل الترجمة وشوف اذا ما فهمت علي. فاكرر وزين في هولي هيدجز وبليزن بارك في شخصيتين حقين كورة. وريتك الاماكن بس ايد هذا المقطع وخلاص. لما تشوف وينهم روح عندهم سوي 5 كويستات. طبعا اكرر وزيد مو لازم 5 شخصيات كل واحد كويست لا. الشخصية الواحدة فيها 2 فلازم تحتاج 3 ايام. اول واحد 2 ثاني واحد 2 ثالث واحد 1. فلما تخلص كوستات راح يطلع لك نيمار بعدين اقتل 3 من نيمار راح يطلع لك هذا الستايل حق الروبوت. وهذه ما اعرف اتوقع انها جلايدر شباب او شنطة الكأس العالم. فكيف تجيب هذه الشنطة؟
ايزي يا شباب، راح تشوفون هنا 65. يعني لازم انا ايش انصحكم، لما تجيبوا هذه الكرة راح تروحوا فوق السباير وبس، اركل الكرة من فوق. فكيف تجيب هذه الكرة؟ ايزي، اول ما تبدأ كويس لشخصية راح يعطيك الكرة وتقدر تسوي هذه الاشياء. فكيف تجيب الكرة؟ في كويست معين انك تجيب 3 بالكرة، 3 جولات بالكرة، هذه الاشياء البيضة والأورنج أورنجية. فبس هذه كيف تجيب الكرة. بس شباب والله اني تعبت وانا قاعد اتكلم. فايب شباب، هذه كيف تجيب نيمار؟ الصراحة ما دققت كيف الاكس، ولكن بحط لكم في الوصف كيف تجيبوا الاكس. اذا ما كنت فاهمين لا تخاف، راح احط في الوصف كيف تجيب الاكس وايش متطلبات الاكس. وبس شباب، هذا كان مقطعنا لليوم، ان شاء الله عجبكم المقطع. والله هابي ويكند. طبعا خلاص صار الحين ويكند، وان 4 اشهر نحن 5 ابتدائي. فبس شباب، هذا كان مقطع نيمار. يقولكم ايش؟ لا تقولوا لا احد. ها يلا شباب، peace out.